السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في حلقة جديدة، معكم محمد دنيا من هواة تربية الإيمان. ممكن أنت تجيب طائر بري وحابب تربيه، أول حاجة لازم تعملها إنك ما تجيبش الطائر من الشارع تدخله على المجموعة بتاعتك، عشان ممكن يكون الطائر شايل أمراض، ومع تنوع الأكل في الشارع ومع تنوع مصادر الأكل جسمه نشيط، جهاز المناعة عنده كويس، فمش ظاهر عليه المرض. مجرد ما بتحبسه، مجرد ما بيجوع، بتبدأ تظهر عليه الأمراض، وبيبدأ ينقل العدوى من الطائر الضيف اللي انت جايبه جديد للمجموعة بتاعتك، ودي بتكون مشكلة، لأن طبعا أكلك غير أكل الطبيعة خالص، وما تنساش أنك ما بتقدمش كل العناصر الطبيعية للطير. أول حاجة بتعملها لازم يكون الطائر معزول في مكان زي ما احنا شايفين كده. دي مجموعة من النمكوة أنا لسه جابها جديد. النمكوة طبعا من الطيور المستوطنة عندنا في مصر، ولكن مش منتشرة قوي، بتيجي من الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر. طائر رقيق جدا ولذيذ جدا، من الطيور اللي أنا بعشقها وبموت فيها. كنت جايب مجموعة بس للأسف ده اللي اتبقى منهم، لأن هم تقريبا أخدوا برد وهم جايين في السكة، لأن أخدوا سفر كبير جدا، يمكن 14 ساعة سفر في القطر. اتكلمنا في حلقة سابقة قبل كده عن اليمام، ان ازاي الذكر بتاع النمكوة مميز جدا عن الانثى. الذكر بيكون صدره اسود، بيكون نص المنقار، ولكن ده لسه زغلول فلسه مش باين قوي اللون، لسه ان شاء الله الراس بتكسي. والمنقار بيكون عبارة عن لونين، نص برتقاني ونص اسود، بس ده عشان لسه زغلول فلسه اللون مش باين فيه، على عكس النتاية اللي بتكون كلها لون واحد. هنشوف النتاية، هنلاقي الوش بتاعها كله لون واحد، مفيش فيه أي ألوان، والمنقار بتاعها بيكون أسود. والفرق في الجناحات ما بين الذكر والنتاية مش ملحوظة، كلهم نفس الألوان ونفس النقط اللي باللون الأزرق على الكتاف. بيفضلوا في الحبس هنا لمدة تتراوح ما بين أسبوعين أو ثلاثة. في خلال الفترة دي بتبدأ تجهز القفص بأنه يكون معزول تقريبا، الطيور مش بتختلط بالطيور القديمة عندك. بتقدم في الوقت ده مضادات حيوية تنفسي ومضادات حيوية معوي، عشان تقدر تضمن أن أنت قدرت تقاوم بشكل كبير جدا الإصابات البكتيرية الفيروسية والإصابات البكتيرية المعوية التنفسية والمعوي آسف. وبعد كده بتبدأ بقى تسيبهم في المجموعة إن شاء الله، وربنا يرزق خيرهم بإذن الله. وأنا الحمد لله أنا نجحت الحمد لله في تفريخه، وهوريكم إن شاء الله برضو من الإنتاج بتاعي للبيض والزغليل والألوان الزغليل وهي صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم. Thank you.